انتقل لقصة أخرى. الحقيقة أنه يعني لما توفي بالأمس كنا بنعمل قصة شقيق الفنان رامي صبري اللي توفي غرقا بعد ما هرب من إحدى مصحات علاج الإدمان، واللي حصل أنه هذه اكتشف بقى أنه هذه المصحة لا هي مصحة ولا اللي مالك لها دكتور ولا لهم أي ترخيص، وإنها في النهاية فيلا متأجرة، وحتى اللي كانوا فيها يعني في بالتحيات ان اكتشفوا ان المسؤولين في هذه او يعني اللي واخدين المصحه دي هربوا 70 مريض كانوا بيتلقوا العلاج فيها اول ما علموا بغرق كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري. ايه قصه المصحات بدون ترخيص، مع العلم انه الحقيقه انه يعني وزاره التضامن والجهه او وزاره الصحه ايضا بتقوم بالتفتيش المستمر على المصحات وبتغلق أماكن غير مرخصة، طب ليه الأماكن دي لسه موجودة وإيه سبب عدم الحصول على الترخيص؟ معنا على الهاتف دكتور هشام زكي مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور مدام. اولا عدد المصحات النفسيه المرخصه في مصر قد ايه من القطاع الخاص حتى مش القطاع العام؟ بص يا فندم، انا حابب بس يعني في بدايه الحديث انوه ان التايتل رئيس الاداره المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه والتراخيص الطبيه، واحب ان اتقدم بخالص تعازي لشقيق الفنان رامي صبري. الله يرحمه. الله يرحمه جميعا. حضرتك بالنسبه لي الاحصائيه لترخيص المستشفيات والمراكز الصحيه تتراوح ما بين 15 ل 20 مستشفى و95 مركز. بس انا استاذن معاليكي 15 خلينا بس نفصل، 15 ل 20 مستشفى حكومي ولا قطاع خاص؟ قطاع خاص. قطاع خاص. حاجة ده غير الحكومه طبعا. نتكلم عن قطاع خاص. ده غير المستشفيات الحكوميه. تمام. تمام. اوكي. اتفضل. ايه شروط استخراج ترخيص لمؤسسة علاجية خاصة بالإدمان؟ بص حضرتك، هو طبعا بتمشي فيه إجراءات وفق للمعايير والاشتراطات الصحية، هي تتبع قانون 153 لسنة 2004 وقانون رعاية المريض النفسي لسنة 2009، وبيتم الإجراءات وفقا للمستندات والاجراءات المحدده، منها تسجيل المركز في المجلس القومي للصحه النفسيه. لان لازم طبعا المجلس القومي مشارك في هذا الموضوع بالنسبه لوضع الاشتراطات والمعايير، وبيتم تسجيل المركز الاول في المجلس الاقليمي للصحه النفسيه التابع للمحافظه. تمام. وبعد كده بتبتدي الاجراءات لتراخيص المنشأة الطبية. طيب هل عندكم معلومات عن عن الفيلا اللي طلع اللي هي هرب منها اخو الفنان رامي صبري؟ عندكم اي معلومات عنها؟ بص حضرتك، احنا دلوقتي يعني بس نفسي اوضح نقطة عشان يعني الموضوع ممكن يكون في لبس. احنا بنتكلم بالنسبة لي يعني المسمى لمصحة اوكي او منشأة طبية بتبقى ليها معايير وبيبقى ليها اشتراطات معينة. بالنسبه لي الوضع ده عباره عن منشاه وليس معلن عنها، عباره عن فيلا. فيلا عاديه خالص في شارع عادي خالص اوكي، وفي عدد من النزلاء في هذا المنشاه وغير معلن بيها. الاشتراطات الصحيه هي غير مستوفاه الاشتراطات الصحيه. ادنى معايير مكافحه العدوى مش موجوده في هذا المكان. هل هذا المكان قدم يطلب تراخيص مثلا يا دكتور؟ لا يا فندم خالص، ما قدمش. لا يا فندم، دي عباره عن فيلات، ودي احنا بنعاني من هذه المشكله بقالنا فتره. وانما احنا برضو مش ساكتين، احنا بننزل حتى على تلك المنشات اللي انا لا اطلق عليها منشات صحيه، انا اطلق عليها منشات لانها لا تتبع المنشات الصحيه. ودي بتيجي عن طريق معلومات بتجيلنا للاداره المركزيه او بالتنسيق مع اداره التوعيه بالاداره العامه لمكافحه المخدرات التابعه لقطاع مكافحه المخدرات والجريمه المنظمه بوزاره الداخليه. وبصراحه في جهد يعني مذكور بالتعاون مع
تلك الداخلية. الإدارة. طب أنا بس سؤالي، أنا عارفة إن أنتوا في بيان للوزارة بيقول إن أنتوا مريتوا بالفعل على 338 منشأة طبية خاصة، وفي حملات تفتيش، وإن أنتوا بتقوموا بحملات تفتيش مستمرة، ففي أسبوعين بس قفلتوا 107 ما نسميها، مش عايزة أسميها منشأة بقى، ولكن 107 مكان مخالف، نسميها مكان، 107 مكان مخالف، والحقيقة إن دي نسبة كبيرة قوي. بص حضرتك، انا يعني عايزين يعني في شقين في الموضوع ده. اتفضل. احنا بنتكلم على التفتيش والدور الرقابي وتفعيله على جميع المنشآت الطبيه الخاصه بمختلف تخصصاتها، وبنتكلم على الموضوع ده بالذات. احنا بناء على توجيهات وتعليمات السيده الدكتوره معالي وزيره الصحه، احنا بننزل حملات مكثفه على مستوى المحافظات كلها، جميع المحافظات. احنا ابتداء من شهر 6 الى الان، انا بكلم انا حضرتك دلوقتي، الحملات مستمره في الشارع على مستوى المحافظات. في اجمالي عدد المنشآت اللي تم المرور عليها في تلك الفتره عدد كبير جدا يتجاوز الالاف. الاف من شهر 6، يعني في شهر واحد في شهر واحد في شهر واحد مريتوا على الاف. هو في كم بحضرتك يعني قولنا مرينا على اجمالي عدد المنشآت اللي تم المرور عليها في هذه الفترة ابتداء من شهر يونيو إلى الآن 12528 منشأة طبية. منشأة طبية بس مش لازم تكون لها علاقة بالإدمان. لا يا فندم، احنا بتكلم بصفة عامة. طيب. على جميع المنشآت الطبية الخاصة. تمام، وماذا عن الإدمان بقى؟ بالنسبة لمراكز الإدمان حضرتك، احنا في خلال الفترة الماضية من ابتداء من 3/3/2020 الى 7/7/2021 احنا مرينا بالاشتراك مع الامانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان واداره التوعيه بالاداره العامه للمخدرات على 231 مصحه غير مرخصه. بين قوسين حضرتك برضو منشاه غير مرخصه لانها لا تعتبر مصحه غير مرخصه. 231 وقفلتوهم؟ وصدر قرارات غلق بالفعل لتلك المنشآت، وذلك بالتنصيف من خلال 33 حملة. طيب ده في فترة قد إيه؟ سنة يعني ولا أقل من سنة؟ بالظبط، لا بالظبط، من 3/3/2020 لغاية 7/7 مؤخرها. مؤخرا كان في 10 منشآت في مدينة قريبة جدا بمحافظة بجوار القاهرة. إيه يعني محافظة إيه يعني يا فندم؟ ما هو جيزة يعني ولا إيه؟ لا يا فندم، كان في مدينة العبور. في العبور؟ 10 منشآت في العبور. ايوه، بتاريخ 7/7 حضرتك، مع التنسيق مع الاداره التوعيه بالاداره العامه لصحه المخدرات والامانه العامه للصحه النفسيه والاداره المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه. اوكي؟ ولضبط الاماكن دي. طيب انا عندي سؤال، طب غريبه قوي، هو ليه في اقبال ان احنا نعمل منشآت غير مرخصه لمعالجه الادمان؟ هل ده موضوع مربح يعني؟ هو مش حكايه موضوع مربح يا فندم، بجانب ان ساعات اهل المرضى او اهل المريض بيحاولوا ان هو يشوفوا ابسط الحلول، بيلجأوا الى وسائل عشان يشوفوا مساعده، وده برضو بيقع على اهل المريض ان هم لازم يتحرروا من المكان اللي انا رايح فيه او اسلم فيه ابني. طيب. او وات ايفر. اوكي. لازم اتاكد ان المنشاه دي تحمل تراخيص، ان فيها هيئه طبيه بتخضع تحت ارشاد طبي، بتحت تراخيص طبيه لوزاره الصحه. برضو اهل المرضى لازم يساعدونا في هذه البوينت. طيب انا ارجع تاني للمنشاه اللي كان فيها اخو رامي صبري او كريم صبري، معلوماتكم ايه عن هذه المنشاه يا دكتور؟ المنشاه دي عباره عن فيلا حضرتك. اوكي، فيلا عاديه خالص، لا تحمل اي لافته تدل ان هي اي منشاه طبيه خالص، عباره عن بدروم ودورين، وتحتوي على بعض الحجرات، فيها سراير من دورين، وكل غرفه بتحتوي من 5 ل6 سراير. اوكي؟ سواء البدروم او الارضي او الاول، وهي غير مؤمنه بالاطلاق. فيها صاحبها دكتور ولا ولا لا لا لا، ليس غير طبيب، هو دايما حضرتك الاماكن دي بتبقى اصحابها مش ذات يعني مهن طبيه، بتبقى مهن مختلفه
ومش ليس لذوي الاختصاص. عرفته كان فيها كام نزيل مثلا؟ هو فن تقريبا بيتراوح من 50 ل 60، ولما بيحصل مشكلة ما في تلك الأماكن طبعا القائمين على المنشآت دي بيقوموا بتصريف النزلاء أو تهريبهم يعني. بالظبط كده. طب وطبعا هو الموضوع قيد بحث تحقيق، وقيد كنت تعرف تحقيق هل النيابة العامة. عندكم معلومات كانوا بياخدوا كام من الشخص الواحد، من المريض الواحد؟ والله يا فندم دي بترجع من منشأة لمنشأة، إنما في بعض الأسعار بتتراوح ما بين الـ1000 والـ1500 جنيه. في اليوم. اوكي بس دي بتبقى بتتراوح طبعا، يعني لأن طبعا بتختلف حسب المنطقة اللي متواجد فيها المنشأة، وهي بتبقى يعني مناطق مختلفة وبتبقى هل مناطق حاجات متقررة. تانية مخالفة لقيتوها في الفيلا دي؟ أجهزة، أدوات، هي حقن؟ مش أي أدوات يا فندم، هي لا تنطبق أي معايير لاشتراطات الصحية إطلاقا. بشكرك دكتور هشام زكي، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة.